سلام الله عليكم. هذا سميتو براد، مريض بواحد النوع ديال التوحد، كيبقى يدير شي اصوات وحركات غريبه وما كيقدرش يتحكم في راسه. ويلاه تخرج استاذ كيقلب على خدمه، ولكن حتى شي مدرسه ما بغات تقبل عليه بسبب المرض ديالو. وبراد فاش كانت في عمره 6 سنين كان عايش هو ومو وباه وخوه صغر منه، وبداو كيبانوا فيه العلامات، يعني كيدير الاصوات والحركات الغريبه وما كيتحكمش فيهم. وباه كان ديما كيوبخو، كيسحب ليه كيديرهم بالعاني حيت كانوا باقين ما عارفينش المرض ديالو، ولكن مو كانت كتعطف عليه واخا ما عارفاش ماله. وحتى في المدرسه كانوا التلاميذ كيضحكوا عليه وكيتنمروا عليه ملي كيبدا يدير في هذوك الاصوات والحركات، وحتى الاساتذه ما كيرحموهش وكيضروا فيه حيت كيصاحبوه باسل وكيديرهم بالعاني، وهو ما قادرش يشرح لهم اش واقع ليه حيت هو براسه ما عارفش السبب. وواحد النهار المدير ديال المدرسه استدعى مو وقال ليه باللي ولدك باسل وكيبقى يبرز التلاميذ في القسم، وعياو يشرحوا ليه باللي راه ما كيتحكمش في هذوك التصرفات، ولكن هو ما تاقش بهم وجراو عليه من المدرسه. امو جابت شي كتوبه ديال الطب وحاولت تكتشف الحاله ديال ولدها، وهي تقرا على واحد الحاله كتشبه الحاله ديالو. وهنا فين غادي يكتشفوا باللي الوليد عنده نوع من انواع التوحد سميتو متلازمه توريت، والمشكله هو ان هذا المرض ما عندوش علاج. الام بقى فيها الحال، والوليد واخا هاز الضربه كيحاول يصبر امو حيت كيشوفها معذبه معاه. وباه ملي سمع الخبر تاق باللي هذيك ماشي بساله وانما مرض، وبقى في الحال حيت كان كيوبخو حيت كيصاحبو كيديرها بالعاني. وباش يتعرفوا اكثر على المرض مداتوا لواحد المركز خاص بالناس اللي عندهم نفس المرض وريحوا معاهم، ولكن اكتشفوا ان هاد الناس غلب عليهم المرض وما خلاهم يديروا والو في حياتهم، عكس براد ومو اللي باغين يتغلبوا على المرض باش براد يعيش بحال اي انسان اخر. ما عجبهمش الحال وخرجوا في حاله. وبراد باقي كيعاني من نفس المشكل مع التلاميذ والاساتذه من بعد ما بدل المدرسه، استدعاه المدير عاوتاني. براد وهو يحاول يشرح ليه الحاله ديالو باللي راه مريض وما كيديرهاش بالعاني، وهاد المدير طلع متفهم وحاول يعاونه. الغد عندهم واحد الحفل في المدرسه، كل شيء مجموع والموسيقى خدامه، وبراد كيخرجوا ليه الاصوات والحركات وكل شيء كيشوف فيه، شي كيتعجب شي كيتنمر شي كيضحك. ملي سالات الموسيقى المدير هو يطلع براد فوق الخشبه باش يشرح ليهم اش واقع، حيت تقريبا كلهم ما عارفينش هذا المرض. وشرح ليهم براد البلان وطلب منهم السماحه على الازعاج، وطلب منهم يعاملوه بحال اي انسان عادي، وحاول يفهمهم الامر بالمساعده ديال المدير، ورجع يريح في بلاصته. وهو راجع كل شيء بدا كيصفق عليه وهو يفرح، وهذا التصرف خلاه ينقز عقبه كبيره في الحياه كان كيواجهها، وهي ان الناس يتقبلوه باش يقدر يكمل قرايته ويحقق الحلم ديالو يولي استاذ، ما بغاش يستسلم للمرض. ونرجعوا دابا لبراد فاش كبر وتخرج استاذ وكيقلب على خدمه، في اي مقابله شغل كيمشي ليها كيكتشفوا باللي عنده هذا المرض كيقولوا ليه من بعد نعيطوا لك، وكاين اللي كيرفضوا فاس كاع. بقى في الحال بزاف وتعصب، وملي كيتعصب كيكثروا الاعراض. رجع لطوموبيلته وبقى كيبكي، ولكن عمره ما استسلم. امه ديما في ظهره كتشجعه باش ما يستسلمش، كتهضر معاه في التليفون حيت ولا ساكن بوحدو في واحد المدينه اخرى اللي هي فين كيقلب فيها على الخدمه. وباش يعاون راسو مشى يخدم مع باه في البني مؤقتا بين ما لقى خدمه، وباه فاقد فيه الامل انه يخدم استاذ، وكيلصقو يخدم معاه، ولكن براد باغي يحقق الحلم ديالو. ومن بعد شي ايام جاتو مكالمه من واحد المدرسه دافع ليها من بعد ما ترفض من 25 مدرسه، ولكن هاد المره تلاقى مع مديره ومساعد ظريفين وحاولوا يتعاونوا معاه وتاقوا فيه، دار معاهم مقابله وخرج فرحان حيت حس بها تسوقرات. ومن بعد يومين عيطوا عليه يدير مقابله اخرى، سالات، ومن مورا يومين اخرى عاوتاني عيطوا عليه باش يخدم، ورحبوا به بزاف كيوجدوا ليه في القسم اللي غادي يقري فيه، وهو طاير بالفرحه اخيرا قدر يحقق الحلم اللي جرى وراه سنين. عيط لمو قالها ليها، معقطع معاها، دخل لواحد الموقع ديال التعارف يقلب على شريكه الحياه، وهانت اخونا ما ناسيش الجانب العاطفي. تلاقاو تعرفوا على بعضياتهم وقدرات تقبلوا رغم المرض ديالو، ومن بعد سويع قلال تافقوا على الحلال. اول حصه ليه مع التلامذ ديالو اول حاجه شرح ليهم المرض ديالو وخلاهم يسولوه كاع الاسئله اللي طاحوا ليهم في بالهم باش يتعودوا عليه وما يبقاش يجيهم غريب ويركزوا معاه في الدرس. والاسلوب ديالو في التدريس خلى الوليدات يبغيوه، ولات كتعجبهم الحصه ديالو بسبب الطريقه اللي كيتصرف بها معاهم.
ومرة مرة كيتلاقى مع التويشية في العشية ولاستيك بيناتهم تجبد وكمل الحياة الجديدة ديالو كمعلم. وواحد الأب ديال شي بنية كتقرا عنده جا باش يحولها من عنده حيت عرفو مريض، والبنية معجبهاش الحال حيت براد عزيز عليها حيت هو عنده أسلوب زوين في التعليم، بحيث أنه قريب بزاف للوليدات اللي كيقراو عنده والنيفو ديالو في التعليم حسن من المعلمين اللي معاه في المدرسة رغم المرض ديالو. واحد النهار سول واحد البنية كتقرا عنده على شعرها كيطيح، قالت ليه بسبب المرض. سمعات همها وجار لعنده وقالت ليه باللي البنية كدير الكيماوي وطلبات وما يقولها لتا واحد حيت هي مخبية الخبار على المدرسة باش ما يعزلوهاش على التلاميذ الاخرين. وهو حس بالبلان مزيان حيت كان كيعاني من نفس التصرفات اللي خايفة منهم ام البنية. وبراد ما حدوه هو كيطول في المدرسة وهو كيقرب من التلاميذ اكثر، وكل واحد كيعطيه وقته الكافي وكيحل معاه المشكل اللي عنده بطريقة كتخلي الوليدات يتخطاوا مشاكلهم بسهولة. ومن بعد مدة ماتت البنية اللي كانت مريضة بالسرطان، بقى في الحال بزاف من جهتها وجا باش يحضر الجنازة ديالها في جو حزين. وواحد النهار خدام كيقرف التلاميذ ديالو وطالق معاهم هبالو وفي نفس الوقت دير خدمته. وفي هاد اللحظة كان حاضر المفتش في المدرسة باش يدير التقييم للأساتذة وبقى كيلاحظ في الطريقة ديال الخدمة ديالو. ومن بعد سيمانة جاي براد داخل القسم لقى المديرة والمساعد كيتسناو فيه هما والتلاميذ باش يقولوا ليه باللي ربح جائزة أحسن معلم في المدرسة ديال هاد العام من خلال التقييم اللي دار المفتش اللي كان هذيك المرة. تلاميذ ديالو فرحوا أكثر منه بقوة الحب ديالهم ليه والعلاقة اللي كتجمعهم. ونهار تقديم الجائزة طلع باش يقول الكلمة ديالو في حضور الإدارة وعائلته وتلامده ودواليهم على كيفاش قدر يتغلب على الصعوبات اللي تسبب ليه فيهم المرض وكيفاش قدر يتخطاهم ويحقق الحلم ديالو وسط تأثر كاع الحاضرين. والعبرة أن الإصرار على الشيء كيسهل الصعب وكيكسر الحواجز مهما كان نوع العراقيل، وباللي الرغبة هي دواء الفشل والثقة في الهدف نصف الطريق لتحقيقه. وحتى الله سبحانه وتعالى كيقدر السعي وبسبابه كيخلق المعجزات. رسالة لأي واحد في الطريق، توكل على الله وما تشوفش وراك وما تفشلش مهما كانت النتائج ديال التجارب اللي دزتي فيهم، الاخرة فيهم قادرة تعوضك عليهم. وهنا غادي تكون سالات القصة ديالنا ديال اليوم. كان معكم محمد الزاهي. لدعم المحتوى المرجو الاشتراك في القناة على اليوتيوب ومتابعة الصفحات على الفيسبوك والإنستغرام. وكيف العادة إلى عجبك البلان علاش لا شي جيم وكومنتار. نشوفو.